جزاكم الله عنا وعلى المسلمين خيرا جزاء. السائل عين ميم من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أنا أسأل عن أمر من أمور الرضاعة التي ضاق صدري حينما أفكر فيها أو المحاولة لحلها. فالموضوع هو إن أمي حفظها الله أرضعت شخص معين مع أختي الكبرى أكثر من مرة واحدة، وكلها حتى تشبع تماما. فمرت الأيام ومرت السنون، وتزوج هذا الشخص من امرأة أخرى وأنجب منها بنين وبنات. والسؤال: هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بناتها؟ هذا الشخص الذي رضع من أمك أكثر من 5 رضعات فأكثر، يعني 5 مصات من لبن فأكثر، هذا يصبح أخا لك، ولا يجوز لك أن تتزوج من بنات، لأنك تكون عما لهن من الرضاع. نعم.